الاخطاء دي هي يمكن المفروض تكون شاطر على حطه في كتاب، بس هو في كتاب عمل سكيب للشابتر ده اللي هو مساله زي دي باوندري بروبلم، باوندري فاليو بروبلم، واي دبل داش حط على طول على مساله عاليه يعني واي دبل داش لما طلع واي يساوي كوساين اكس في الفترة X اتحرك من صفر الباي على 4، واي عند الزيرو بيساوي زيرو، واي عند الباي على 4 بيساوي. طيب اللي احنا خدناه في المحاضرات اللي فاتت هم نوعين من المسائل في الحاله اللي مسموح ليها. الانيشال فاليو بروبلم اللي هي بيكون عندي الشرط موجود عندي نقطة وحيدة، اللي هي مثلا لو انت فاكر حاجة زي بيقول لي واي داش بيساوي اف اوف اكس واي، وواي عند الاكس نون بيساوي واي نون، صح؟ يعني كنا بنسميها انيشال فاليو بروبلم. يسموها انيشال فاليو بروبلم ليه؟ لأن الشرط اللي موجود بتركز على نقطة وحيدة. كل الداتا اللي عندك في بدايه المساله موجوده على نقطه واحده اللي هي يا جماعه اكس نون، بيسموا النوع ده في المسائل انيشال فاليو بروبلم. وده في الحاله اللي بيظهر مع المسائل اللي فيها زمن، لان انت دايما لما يكون عندك مساله فاول ما بتبدا تعمل التجربه اللي هو ده التايم اللي احنا بنسميه تي بيساوي زيرو، صح؟ يعني مفيش تايم في الدنيا اسمه تي بيساوي زيرو، صح؟ لكن انت بتسمي تي بيساوي زيرو تقصد ايه؟ اللي هو تقصد ايه يعني؟ اول ما بدات تعمل التجربه بتاعتك، اول ما تعمل الموديل بتاعك، اول ما تعمل القياس بتاعك، فبتسمي ده تي زيرو، تي بيساوي زيرو بتاع المساله دي، بتاع المساله البروبلم اللي انا شغال عليها دي، تمام كده؟ فالمسائل دي دايما بتبقى انيشال فاليو بروبلم في الغالب. ليه؟ لان انت بتبقى عارف كل المعلومات، يعني انت لسه هتبدا اهو، فانت مجهز كل حاجه وقايس كل حاجه، صح؟ عارف الموضع الابتدائي مثلا لو انت بتتكلم على المساله فيها داينامكس، او عارف السرعه الابتدائيه والكلام ده كله، عارف كل حاجه عن تي بيساوي زيرو، بنسمي دي انيشال فاليو بروبلم. مش لازم على فكره تكون واي داش، ممكن تكون واي دبل داش، تريبل داش، بس اهم حاجه تبقى انيشال فاليو بروبلم لو كل الداتا متركزه عند نقطه اللي في البدايه، يعني ممكن تكون واي دبل داش عادي. بس ساعتها لو واي دبل داش توقع انها تبقى اف اوف اكس وواي. ايوه بسرعه عشان الشريط ده واي داش، ايوه واي داش لو واي دبل داش تبقى ده اللي في اكس وفاي وفاي داش كمان، صح؟ بس دي عادي تكون انيشال فاليو بروبلم، ساعتها هتلاقي الشروط بتاعتك كلها متركزه على نقطه واحده. هيبقوا طب ما افتكر معاهم كده هيبقى كام شرط هنا؟ مساله زي دي يبقى عليها كام شرط؟ اثنين. ليه؟ اعلى مشتقه هنا، اعلى مشتقه واي دبل داش، يبقى انا مستني كام شرط؟ شرطين على الاقل. لكن الشرطين دول لو هم انيشال فاليو بروبلم هتلاقيهم عاملين كده واي عند اكس نون يساوي واي نون. طب والشرط الثاني؟ ايوه واي داش عند اكس نون بتساوي مثلا واي واحد. شرطين بس الاثنين عند مين يا جماعه؟ ها؟ عند اكس نون، الاثنين واخدين عند النقطه الابتدائيه، تمام؟ او يعني ممكن طبعا تشيل اكس من الكلام ده ونحط مكانه تي، صح؟ ويبقى هنا مكانها تي نون او اللي هو تي بيساوي زيرو يعني لو انت عارف. فدي كلها مسائل انيشال فاليو بروبلم، تمام؟ المسائل دي كلها بتعتمد على انا بتحرك كده، عارف عند اكس نون وعايز اتحرك من اكس نون اجيب قيمه اللي طبعا قصادها واي نون، وعايز اجيب عند اكس واحد يطلع واي واحد بكام، وعايز اجيب منها اكس اثنين واي اثنين بكام، زي بوينر وزي جيرانكوتا والكلام ده كله، بتحرك اللي بيسموها مارشنج تكنيكس، يعني باخد خطوه اوصل عند اكس واحد اجيب واي واحد، عرفت دي بقت دي البيز بتاعتي، اخد كمان خطوه من اكس واحد اجيب لك اكس اثنين، اوصل اجيب لك قصادها مين؟ واي اثنين، فتحس انت ماشي مارشنج تكنيك، خطوه للثانيه للثالثه وهكذا. انا صوتي تمام؟ اللي الكتاب عند حضراتكم بيتكلم عليه بعد كده مباشره البارشال ديفرنشال ايكويشن. البارشال ديفرنشال ايكويشن هي مثلا زي سواء كانت بقى الاليبتيك اللي هي يو اكس اكس يو واي واي مثلا بيساوي اف، فانت اصبح عندك هنا اكس وواي وبتقسم الدومين بتاعك فعلا اكس مع الواي بيطلع لك جريد زي ما احنا شفنا قبل كده، صح؟ تحاول انت تحسب الحل عن النقط. انا مش فاهم كده مظبوط؟ تمام. بس النقله دي هو كده عمل سكيب في النص من قبيل الدردشه. هنا في كم شرط المفروض يكون موجود؟ اربعه اللي هم اثنين بتوع الاكس واثنين بتوع الواي، دول كلهم باوندري، صح؟ دول كلهم باوندري. فهتلاقي مثلا يقول لك لو اكس من صفر ل ال وواي من صفر مثلا
اوكي كي زي ما تحب قولولي كده ساعات كنا احنا ناخد رمز للخطوه نفسها يعني. فيبقى عندك في الحقيقه يو اوف 0 واي شرط يو اوف ال واي لو شرط يو اوف اكس و0 لو شرط يو اوف اكس و8 لو شرط. تلاقي اربع شروط الاربعه ديفينشن موجودين دول كلهم باوندري كونديشن. في كمان بقى بخلاف دي المسائل اللي هي زي البارابوليك اللي هي تلاقي الدومين بتاعك عامل كده تي مع اكس مثلا اكس حضرتك صفر ال وتي انت عارف ان صفر ممكن يسحب لحد ما النهايه لكن انت بتعمل لحد تي معينه. انا هرجع لدرجه كمان دي هي مساله زي يو دي بيساوي يو اكس اكس صح؟ يو دي بيساوي يو اكس اكس ده عليه كام شرط؟ ثلاثة واحد انيشال واثنين باوندري جميل يو اوف اكس وزيرو انيشال يو اوف زيرو تي واحد من الباوندري يو اوف ال وتي الثاني من الباوندري واحد انيشال واثنين باوندري صح؟ لو ركزت في النوع ده النوع ده ميكس من نوعين انيشال وباوندري صح؟ في حركتين حركة الانيشال اللي هو حركة المارشنج اللي انا بقى عندي بيس انا عارفه عند تي بيساوي زيرو عمال اطلع لكل خطوه والخطوه اللي وراها وحركه الباوندري ان انا عارف ان القيم اللي على الحدود دي الحدود فيها بتساوي كام فهو عامل ميكس بين الاثنين ولا حاجه. هو احنا بس دكتور بيعمل ريفيجن ولا انا لحد دلوقتي ما شرحتش حاجه جديده تمام بس بحاول متلخبط والله انا بس عايز اربط لك الثلاثه ببعض اعرفك النوع النوعين دول طلعوا ازاي من الحته وعمل سكيب بس على مساله زي دي. فانا بس عايز اعرفك الاثنين بتوع الفانكشن دول اصلا جايين من ميكس من نوعين من المسائل اللي هم بتوع الانيشال فاليو بروبلم اللي هي زي دي كده بيسموها دي انيشال فاليو بروبلم. في مسائل بيسموها باوندري فاليو بروبلم زي دي بقى دي باوندري فاليو بروبلم تمام. تعالى نتفرج على دي بقى خلاص دول احنا رحنا بصينا عليهم قبل كده صح؟ شفناهم قبل كده شفنا الحركات بتاعتهم بتتحسب ازاي؟ طب تعالى نبص على دي هو عمل عليها سكيب في الكتاب في الحقيقه فنبص عليها بشكل سريع مع بعض. ليه ايه بقى؟ دي مساله اوردينري مش بارشال اي صح؟ اوردينري واي ما بيبقاش زائد 4 واي بيساوي كوزاين اكس على اكس من صفر لباي على 4 وراح قايل لي ايه؟ واي عند الزيرو بيساوي زيرو وواي عند الباي على 4 بيساوي زيرو. اذا دي مش انيشال صح؟ ولا انيشال؟ مش انيشال لا مش انيشال دي في الحقيقه باوندري فاليو بروبلم لان اداني قيمه عند الحد اللي هو اكس بيساوي صفر وقيمه عند الحد الثاني اللي هو اكس بيساوي كام يا جماعه؟ 4 يعني انت عارف ان هنا قيمه الواي معروفه والواي هنا بيساوي صفر وهنا قيمه الواي معروفه وبرضه بتساوي كام؟ برضه بتساوي صفر. عايز ايه؟ الراجل عايز يحل عايز يجيب القيم بتاعت الحل عن جوه الدومين بقى نفسه. فانا هعمل نفس القصه بتاعت زمان المشهوره بتاعتنا اللي هي ايه؟ ان انا هقسم الدومين ده مجموعه من النودز مجموعه من النقط صح؟ تعال ناخد ابسط مثال ان انا هعمل بس كده. كفايه كده يا جدعان. هقول لي نقطتين كده. تمام؟ هقسم كده الدومين بتاعي لثلاث اجزاء. طبعا ده قليل قوي يعني بس عشان ما تكترش المعادلات يعني. وابدا احاول احل المساله دي، احلها ازاي؟ فاينل ديفرنس برضه. ليها اكتر من طريقه بس ابسطهم واريحهم هو الفاينل ديفرنس. ازاي هعمل ايه؟ اروح عند النود دي واروح المعادله دي وابدا اعوض مكان، اعوض مكان ايه؟ مكان واي دبل داش مثلا، واي دبل داش له تعويضه معروفه اللي هي كده وفرت عليا مش هبقى صح عندي نيوميريكال بقى بتاع عندي واي اي زائد واحد ناقص 2 واي اي زائد واي ناقص واحد على اتش تربيع لو انت مسمي المسافه بتاعتك اتش يعني مش انت عوضه بتاعت المشتقة الثانية؟ المفروض يعني تكون انتوا شفتوها كتير قوي يعني لدرجة جبتوا منها يعني في الحياة. فاقدر اشيل واي دبل داش دي واحط مكانها الناس دي صح؟ يبقى معاها 4 واي يعني واي اي لو مش طبقه ولا حاجه يعني بيساوي كوساين اكس يبقى اروح عند كل نود انا هقسم نود انا ما قسمتش الا اثنين نود في الحقيقه طبعا اقصد بخلاف الاثنين نود بتوع الباوندري صح؟ لان الاثنين نود بتاع الباوندري انت عارف ان الحل بتاعهم بكام؟ بصفر رحت انا بس مقسم 3 سيجمنت يعني زودت كمان اثنين نود تانيين شابتر ولا
وعند كل نود من دول اروح للمعادله دي واحط الفاينل ديفرنس بتاعها. فانا لقيت واي دبل داش، فانا عارف فك الواي دبل داش في الحقيقه، احط فك واي دبل داش المشكله دي، والواي دي مش متفضله زي ما هي واي اي، وكوزاين اكس بحط مكانها كوزاين اكس اي، يعني بعوض عند كل نقطه اكس اي. تمام؟ يبقى انا هاخد المعادله دي، ده الفاينل ديفرنس بتاعي، صح كده؟ هاخد المعادله دي واطبقها مره عند النود دي ومره عند النود دي واشوف اذا كنت هقدر اجيب قيم الحل ولا لا. طيب نعوض مثلا، فلو انت سميت دي هي لو انا قسمتها كده تبقى دي كام؟ باي على كام؟ 12. معقول؟ والله؟ اه. طيب بعد 12 بعد 16 بعد 16 فالمعادله بتاعتها بقى عباره عن ازاي؟ انت مثلا ممكن تسمي دي واي 0 تبقى دي واي 1 تبقى دي واي 2 تبقى دي واي 3. عداد بس ده عداد مش كده صح؟ دي واي 0 دي واي 1 دي واي 2 دي واي 3 اربع نود يعني. تمام؟ اروح عند النود دي وابدا اطبق في المعادله دي. تمام؟ فانا واقف عند النود 1 اهي؟ فالمعادله دي اسمها ايه؟ واي 2 ايوه ماشي. واي 2 واحد زائد واي 0 زائد واي 0 على اتش على 12 واي على 12 كل تربيع على كده بكلم صح اللي هي المسافه اللي انت لقيتها. تمام؟ على فكره طبعا لو انا وانت لقيناهم كده حتى في الاكزام اللي انا مره كنت جايب لي مره في الامتحان الحقيقه فكنت قايله كده قسم الفتره دي 3 سيجمنت عشان بس ما تكترش عدد معادلات. تمام؟ فقسم الفترة 3 سجن تقسم الباي على 4 اللي هي الرطوبة يعني على 3 تحط طبقتك باي على 12 كده مظبوط. فأنا شغال كل ده عند النود 1 يعني لو أنت حبيت كده نود أي بيساوي 1 ده كل اللي عملته عمال بعمل إيه بس يا جماعة؟ بشيك الواي وأحطه مكانها 1 زائد 4 واي 1 بيساوي كوزين إكس أي خلاص كوزاين اكس 1 صح؟ اكس 1 دي مش انون ده انت عارفها اللي هي بكام؟ اللي هي بقى 12 اللي هي كوزاين واي 1 كده مظبوط؟ تمام. المعادله دي على فكره فيها مجاهيل وفي حاجات انا عارفها صح؟ انا عارف مين؟ كوزاين اكس 1 دي معروفه اوكي لكن انا عارف كمان مين؟ واي 1 زي واقفه على الباوندري اللي هي بكام؟ بصفر وبالتالي لو انا هحط مكان مين؟ وتفضل المعادله فيها مين؟ 2 واي 1 و واي 2 والاثنين دول مجاهيل في الحقيقه صح؟ فانا هسيب المعادله دي كده معادله واي 1 و واي 2 على امل طبعا ايه؟ انا لما اروح عند نود 2 اعمل معادله يومين فيها ها؟ واي 1 واي 2 واعمل ايه بقى؟ حلو الموضوع حلو المعادله دي مع بعض صح كده؟ تمام اقول له خلاص اروح بعد كده على النود رقم 2 يبقى النود اي بيساوي 2 لو اي بيساوي 2 هطبق في نفس المعادله انا ما عملتش حاجه تبدا الماستر دي معادله الماستر بتاعتي بس اعوض هيطلع ان واي 3 ناقص 2 واي 2 زائد واي 1 على واي على 12 لكل تربيع زائد 4 واي 2 بيساوي كوساين واي على 2 كيف كلم صح؟ نعم بغلط الدكتور يا ابني عايز يغلطك نعم عايز يغلطك اه لا عادي يا عم عادي تمام كده؟ في حاجات من دول انا عارفها وهي واي 3 صح؟ الواي 3 اللي هي الباوندري الثاني اللي انت عارف ان الواي بتاعتها بكام؟ بصفر يبقى انا اقدر اشيل الراجل ده احطه مكانه صفر ودي طبعا كوزاين واي على 6 ده كميه معروفه تطلع المعادله بين واي 1 واي 2 يبقى في الاخر خلاص هيطلع عندي معادلتين فيه مجهولين واي 1 واي 2 في صدر احلهم يبقى انا جبت واي 1 واي 2 وحليت المساله. طبعا حليت المساله اقصد انا يعني جبت قيم الحل هنا مع الصفرين اللي كانوا هنا. تمام؟
دي الخطوه اللي في النص. اقصد ايه الخطوه اللي في النص؟ انه هو الاول معلمني الانيشال. الانيشال اللي هي مساله ايا كانت فيرست سكند اي اوردر ايا كان، بس الشروط كلها متركزه عند نقطه وحيده. فانا بمشي من مارش للتكنيكس، بقف عند البدايه وافضل اطلع خطوه للثانيه للثالثه وهكذا. الباوندري فاليو بروبلمز اللي زي دي، الباوندري فاليو بروبلم، لان الشروط موجوده عندك عند الباوندري في الحقيقه، ما بتمشيش بالمارشنج تكنيكس ده، صح؟ لكن بتمشي ازاي؟ سيستم المعادلات. تلاقي نفسك بتقف عند كل نود تعمل معادله، تلاقي المعادله دي في الغالب بتمسك مع نودز من اللي جنبها، صح؟ بتروح اللي جنبها وتعمل معادله. طبعا لو دول 10 نود هيطلع عندي 10 معادلات في ال 10 مجاهيل، وبعدين باخد المعادلات دي كلها سيستم احل مره واحده يطلع لي ال 10 نود. تخلف كبير. نعم كنا حضرتك اللي هو يعني في الانيشال كنا قبل كده كنا بنجيب مثلا واي 3 بنجيب قبلها واي 2 واي 1 ونشتغل على اساسهم، فنطلع على قيمه واي 3. دلوقتي هنا مش في الباوندري بيبقى مثلا عندنا قيمه مبدئيه وقيمه في الاخر وقيمه في النص، فنطلع المعادلات بتاعتهم. اه الفرق هنا ان زي ما انت بتقول لو انت عايز توصل لواي 3 او واي 4 او واي 5 دي ما تقدرش تجيبها، لازم تمشي من واي 0 لمين؟ للواي 1 ثم واي 1 تاخدك لواي 2 وهكذا. انما هنا ما بتفرقش. هنا انت دول جوه الباوندري دول بس بيساعدوك في المعادلات، لكن انت بتقسم بيطلع لك ما بتجيبش واحده للثانيه، لا 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 بيطلع عندك سيستم تحل مره واحده. طبعا هنا سيستم بسيط، اثنين في كام؟ في اثنين. انا عملت كده عشان نخلصه بسرعه ونتفرج عليه انه ممكن يتحل بسهوله، لكن طبعا انت في المساله دي ممكن تقسمها الى 10 نقط 20 نقطه، بيطلع معاك سيستم 10 10 و20 في 20. انا بتكلم طبعا انت ساكن الكمبيوتر يعني. تمام؟ فيطلع معايا سيستم المعادلات بحله مره واحده ويطلع معايا على طول اللاجن بتاع السيستم بتاعي. ده الفرق الكبير بين الانيشال فاليو بروبلم والباوندري فاليو بروبلم. عشان كده تلاقي دايما هنا انا ممكن اسال على الاستابيليتي. هنا لا نعم. لو قلت مثلا لو كنت قسمتها نص فرز اه تطلع معايا واحده واحده كل واحد انت بص بقى عملت نود واحده في النص انت بخيل قوي بس ماشي نود واحده نود واحده في النص تطلع معادله المجهول الوحيد هو ده المجهول الوحيد تمام؟ ف مش محتاج اسيستنت يلا انا كنت بحسبها تطلع معادله في المجهولين بس هي تطلع معادله واحد هو واحد اللي انت بتطلع في النص هنا دي الحاله اللي مكتوبه يعني انت كتبت نفسك الحاله معايا؟ لكن هنا عشان كده بقول لك هنا الناس ساعه الاستابيليتي هنا لا ليه؟ لان هنا انت كل واحده بتسلم اللي وراها صح؟ فانت كل مره بتتحرك من زيرو لواحد ايرور واحد اثنين ايرور اثنين ثلاثه ايرور، فانت عايز تضمن ايرور ده ما بيضربش ما بيحصلوش بلوط ما بيبصش. لكن ده ما بيعملش كده، انت بتحل السيستم مره واحده كل مره واحده بيطلعوا كلهم مع بعض، فانت ما بتبصش على موضوع الاستابيليتي في الحقيقه. طيب الاثنين دول اوردينري، الاثنين دول هم مين؟ الاثنين دول صح؟ الميكسات اللي بينهم تطلع ده ليه؟ الميكسات الميكسات انجليزي انجليزي بتاعك فايس ميكسات جمع ميكس اه جمع ميكس جمع مؤنث سالم الميكسات الميكسات اللي بينهم خد بقى العيب بقى ان انت تلاقي طالب يعني حلو في انجليزي بس او في عربي بس، لكن تعمل له الميكس ده تعمل له الميكس ده تعمل له الميكس ده الربطات اللي بينهم التجميعات اللي بينهم كده البشر اللي هي ازاي بقى؟ لو انت اخذت اثنين من دول مع بعض طلع دي صح؟ انت اخذت باوندري مع اكس وباوندري برضه مع مين؟ مع واي اهي يو اكس اكس يو واي واي مفيش اديشن ده الاثنين باوندري الاثنين باوندري فاليو بروبلم. فعشان كده دي برضه ما فيهاش مارشنج تكنيك لو انتوا فاكرين دي حاجه انا عارف انها مش حقيقه. هتلاقي كنت انا بروح عند كل نقطه من دول واحط معادله اقول لك بص بقى لما نخلص دول اللي بنعمل ايه؟ نحل السيستم كله مع بعض. حتى لو انتوا فاكرين كنت ده بيعمل هنا سيمتري دي مساله لما حد يسالها علينا وعملنا سيمتري عشان يخفف عدد المعادلات عليك تعرف تحلها. فده مش مارشنج تكنيك، ده اثنين باوندري اثنين من نوع ده بدل ما هو كان اكس بس عامل اكس مع مين؟ مع واي، قلت له عند كل لون معادله عملت سيستم حل السيستم مره واحده. او انيشال مع واحده باوندري عشان كده بيسموا النوع ده من المسائل انيشال باوندري فاليو بروبلم. فيها الاثنين انيشال باوندري فاليو بروبلم فيها نوعين تحس ان هو سحب دي مع دي وحاجه تطلع له داخل تمام؟ فالراجل هنا بيعمل ايه؟ ماشي
بيعمل الحركتين مع بعض المارشنج تكنيك مع الباوند فاليو بروبلم الاثنين سوا يطلع من دي عشان يجيب دول هو اصلا جايبها من معادلات موجوده مع بعض بين النوز دي مع بعض فيها الاثنين دول عشان كده المساله زي دي برده انا ما بسالش يعني استبيت ايه يا عم ده سيستم بيتحل مره واحده لكن المسائل دي مارشنج تكنيكس لازم انا اخد بالي واشوف كل خطوه نعم دي دي تبص على الاستبيت بتاعتها سواء انت شغال فورورد او باكورد مظبوط في الحالتين انت هتاخد نقطه على اليمين وعلى الشمال في الحقيقه بس الفرق بين الباكورد امشي معاك بقى فورورد وير عارف لا لا والله في الحالتين فورورد وير باكورد وير انت طالع لفوق بس الفورورد تستخدم انت دول كلهم عشان تجيب اللي فوق في الباكورد دي بتخش المعادله تاني فبتقف في حتتها لكن برضه انت طالع من تحت اللي فوق بس دي معادله اكسبلسيت ودي معادله امبلسيت فبيطلع دي مره ثانيه في المعادله بره كمان ففي الحالتين انت لازم تبص على الاستابيليتي بس طبعا لو انت بتستخدم الفورورد والباكورد اللي احنا عارفينهم فالفورورد بيطلع كونديشنال زي ما انا وريتكم في اللي بالليل لما شرحت الهول مهم اللي هو تقريبا ما حدش فيه اي حاجه تقريبا المحاضره دي 100% مش لك اي واحده صح؟ اي واحده السؤال اي واحده اي محاضره اللي ما فيناش فيها اي حاجه دي احنا بقى لنا كتير في الحياه في القصه دي واحده منهم على طول زي ما انا بقول المحاضره بتاعت الهول مهم لما انا شلت الحل وحطيت مكانه السيبريشن اوف فاريبل جزء في اكس وجزء في تي تي وساي اوميجا اكس والكلام ده كله وطلعنا ان في كونديشن لامدا اقل من النص ده على الفورورد وطبعا انتوا سالتوا عليا ما عملش باكورد قلت لكم هتطلع عامله ازاي والباكورد بتطلع ان كونديشن ستيبل في الحقيقه يعني ستيبل لاي تي انت هتاخدها هنا انا بس حبيت هقول الجزئيه دي عشان اعرفكم النقله اللي بين الاوردينري والبارشل ان هو في حاجه هعرف اعمل ميكس من الاثنين دول برضه ساعات عشان عارف ان حضراتكم بقرا يعني مش عارف لكن انا عارف ان انتوا هون بتجيبوا تحاولوا تبصوا على امتحانات قبل كده وكلام من ده بس ده ما حصل في مثلا حاجه زي دي جايب له جدول عامل كده مثلا في ساعات برضه بتيجي في بعض الاسئله بشوفها في
الكابتن، لكن دي في كتب المراجعة بيسيبتوا ده شرطة الوقت بيسمون نيوميريكال ديفنشيشن. ان هو يعني بيدعي ان انت عندك مجموعة من الداتا، عملت شوية قرايات، خد القرايات دي عامل كده، عندك تو فاريبل اكس وواي، فتاخد قراياتك في المعمل تطلع القرايات اللي ممكن. فانت بتحاول انك تعمل ايه؟ عايز تعرف مثلا يعني بعدين هنا طبعا تطبيق مهمين جدا ان انا لو انا عايز اعمل داله اصلا توصف واي عن طريق الاكس، يعني دلوقتي عندي داتا واخدها وعايز اطلع واي عن طريق الاكس، او الداتا دي واخدها وعايز اعرف واي داش عن اي نقطه من النقط دي بيساوي كام. يعني مثلا مثلا يقول لك ايه؟ لو دول ثلاثه من الفورمولاز المشهوره لاف داش عند الاي، ان اف داش عند الاي ممكن يجاب اف اي زائد 1 ناقص اف اي ناقص 1 على 2 اتش، او اف اي زائد 2 واف اي زائد 1 واف اي، او اي ناقص 2 واي ناقص 1 واي. فبيقول لك لو انا حبيت بالقرايات دي اعرف اف داش عند 2 من 10 بكام؟ اف داش عند 6 من 10 بكام؟ اف داش عند 4 من 10 عايز بالقرايات دي يعمل تقريب ل طبعا اف داش او واي داش يعني اقصد عند نقط 2 من 10 و4 من 10 و6 من 10. طيب هو مديني ثلاثة فورمولا مع السؤال في الحقيقة، والثلاثة فورمولا دي بيقول لي ايه؟ ان انا اقدر اقرر المشتقة عند النقطة اي لعددها اي، يعني بمعنوية النقطتين اللي قبلها واللي بعدها في الحقيقة باعتبارنا كله بتقسم المسافة اتش، خلي بالك. او لو عايز اعرف اف داش عند الاي فانا اقدر اجيبها باي واي زائد 1 واي زائد 2 دول كلهم نقط بعدها في الحقيقه، او اي واي ناقص 1 واي ناقص 2 ده معلومه النقط اللي قبلها. عشان كده ساعات في بعض الناس بتسمي الفورمولا دي 3 بوينت فورورد فورمولا، يعني الفورمولا اللي متكونه من ثلاث نقط كلهم فورورد، او 3 بوينت باكورد فورورد يعني ثلاث نقط بس كلهم ورا، ودول كلهم ورا استخدام 10 اجيب منهم اف داش. فلو تساعدوني لو انا عايز اجيب اف داش عند 2 من 10 اعمل ايه؟ عايز اجيب اف داش عند 2 من 10 مين في دول تبقى الفورمولا المتاحه ليا؟ الثانية الثانية في الحقيقة صح؟ الثانية ليه؟ تفهم 0 و 1 من 10 الثانية بتقول لك انت هتعرف تجيب اف داش صحيح؟ بالنقطة لو انت عارف النقطة والاثنين اللي بعدها صحيح؟ وده مشكلتي مع 2 من 10 ان 2 من 10 دي في الحقيقة النقطة دي انا ما اعرفش حاجة قبلها في الحقيقة، كل معلوماتي بعدها هم عندي، دي النقطة اي ودي نقطة اي زائد 1 ودي نقطة اي زائد 2، فاقدر اخد الفئة دي واعوض هنا، اخد الهفات دي واعوض هنا، والاتش هنا بكام يا جماعة؟ 1 من 10 اقدر اعوض هنا على طول واطلع كام؟ الاف داش بيساوي كام؟ صح؟ طيب 6 من 10 يبقى دي ده اللي بعدها ده اللي قبلها على خير. لان ده بيتكلم على ان انا عارف النقطه والنقطتين اللي النقطتين اللي قبلها في الحقيقه، فاقدر من 6 من 10 استخدم مين بقى؟ خيرا يعني انا هجيب اف داش اللي قبلها استخدم مين في الحقيقه؟ اللي قبلها هي والاثنين اللي قبل منها صح؟ بيوير انك خلي بالك من الاتش. اه مظبوط خلي بالك من الاتش يعني يعني انت لو عايز تستخدم نفس الاتش دي اللي هي 1 من 10 فانت ممكن لو انت مصر تبقى هي تاخد دي تسيب واحده ودي ودي لو انت عايز اتش 1 من 10 يعني خلي بالك لو هو بياخد القرايات اللي هو جيفن عنده هل القرايات دي ايكوال سبيسد ولا لا؟ يعني هو واخد القرايات دي كلها على مسافات واحده ولا لا؟ لانه كان ممكن لو انا عايز يعني اربك في الجدول ده شويه اشيل الخانه دي مثلا واقول لك هات لي اف داش عند 6 من 10 فلو انت رحت وما خدتش بالك وخدت 6 من 10 5 من 10 ثم 5 من 10 ثم 95% دول في الحقيقه مش نفس الاتش صح؟ القانون ده مستنتج على ايكوال سبيس اتش ويوصل لكل مسافه من النقطه اللي بعدها كام؟ اتش فانا لو عملت كده فانت مرغم انك تعمل ايه؟ 6 من 10 وال 5 وال 4 وتعمل
سكيب بالجيران ان نقطة عندك لكن انا ما اعرفش استخدمه عشان اخلي اتش كلها يا جماعه واحده واقدر استخدم القانون واقف تحته مين 2 اتش تمام. فان انا ابص على الداتا لازم اخلي بالي من السبيسنج اللي موجود في الداتا عامل ازاي. طبعا كان موجود ال 55 كنت ممكن اخد دول وانا عارف ان انا واخد اتش على 2 الاتش الاوليه بتاعتي بس هي كلها 5% مش 1 من 10 ولا حاجه ده مين هو. طيب 4 من 10 في حال 4 من 10 متاح ليها اكتر من اوبشن صح اللي هو ايه؟ ممكن اللي قبلها واللي بعد منها بص بس خلي بالك من ايه؟ يعني هتبقى دي و 5 من 10 لو استخدم الفورمولا دي اللي منها واللي بعدها والمسافه بتاعتي من اتش كام؟ 1 من 10 كله شغال صح كده؟ وممكن اعمل لها 3 بوينت فورمولا هي معروفه ومعروف للدنيا من الناحيه بتنفع وهي معروفه والاثنين اللي بعدها ودي كمان تنفع تمام؟ يبقى اذا خلي بالكم من الحته دي ان الفاينل ديفرنس مش الفورمولتين اللي احنا خدناهم بتاع اويلر وبتاع القصه دي لا ده في فروق كتير جدا. ليه؟ لان الناس بتتزنق الزنقات دي يعني اقصد ايه؟ هو واقف هنا اهو وعايز يجيب تهريب للمشترك هو مش عارف غير النقط اللي قدام يبقى لازم يحط فورمولا بنقط اللي قدام بس ما يعرفش حاجه ما فيش اي نقط صح؟ او هنا يبقى لازم يعمل نقط باللي ورا بس طبعا بس هو بيكتر عدد النقط ليه؟ خلي بالك ان احنا كنا ممكن يقوم بالاثنين دول اويلر العادي اويلر العادي يبقى بالاثنين دول صح؟ وباكورد اويلر يبقى بالاثنين دول بس الفورم دي اوردر اتش تربيع اعلى شويه اعلى من اويلر العادي شويه تمام؟ لكن طب سؤال لحضراتكم ده سؤال عالي شويه لو انا عندي 4 من 10 انا متاح لي ثلاثه فورمولا يعني الفورمولا دي كلها ممكن دي ودي او دي كلهم ايه اكتر واحده ستيبل يعني؟ لا يعني مش ده السؤال قوي يعني اكتر واحده طبعا وكلهم اوردر اتش تربيع لو انت هتنقي كلهم متاحين اهو في رايك انت تبقى مين افضل واحد؟ الاولى دي؟ لا عشان مش معتمد على لا يعني اسمع واحد واحد دلوقتي هم الثلاثه اوردر اتش تربيع زي بعض في اوردر ايرور لكن في رايك انت مين يعتبر افضل لو الثلاثه متاحين؟ اخيرا عشان بيرجع ورا وكل ما رجع ورا كان الايرور بيحمل اقل هو قال لك ان الاوردر خلي بالك انت كده لو انت ده اللي انا ماشي مارش الاثنين لا ده دي داتا انا قاريها قال لك ان الاوردر يعني انا واقف بعمل تجربه وعمال بسجل يعني كلها قيم حقيقيه كلها قيم انا واخدها مش مهندسين كلها قيم انا مش جايبها من مش جايبها من المساله كلها نفس الاوردر في الايرور يعني كلها اوردر اتش تربيع لكن في رايك انت هل في واحده ليها افضليه عن الثانيه؟ الاول عشان بتاعه كابتن بس فبيستخدم الاثنين ايرور بس كل واحد هو مش ايرور مش ايرور ماشي الاولى لانها هتجيب لي الداله من على اليمين وعلى الشمال فاعرف اشوف القيمه بالظبط تقريبا الله يكرمك دي حته دي حته عن بتوع الرياضه بيحاولوا دايما ياخدوا بالها منها ليه ايه؟ سؤال الكيرف ده بس عن النقطه دي هيزيد ولا ايه؟ المفروض انه يزيد بعد كده هيزيد ولا ايه؟ معرفش الله يكرمك ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ليه؟ لان انت في الحقيقه كده واخد كل الداتا اللي قبله وهي بتيجي ماشي انه هيزيد رغم ان ممكن في الحقيقه ان الراجل ده يجي هنا وعامل ايه؟ وعامل كده مش كده بتوع الرياضه يحبوا لو بيشتغل ابروكسيميشن عند نقطه ياخد قبله وبعد يبقى عنده انتجيشه كده الاثنين يعني ايه الاخبار يعني فاهم؟ اه ده ابروكسيميشن ده ابروكسيميشن ما اختلفناش صح؟ لكن ان انا اخد من جهه واحده ده انا ما اعملهاش غير لما اكون مضطر بقى المعلومات كلها من قبل او من بعد دي بقى لازم اكون مضطر ليه؟ لان انا بقول لك معلومه من جهه واحده افرض الداله بتاعتي ده اللي حصل فيها نوع من السيكولاريتي وراحت هوب هتغير مره واحده اتجاه عشان كده الناس دايما بتحب الايه؟ الفورمولا اللي فيها معلومات من قبل ومن بعد تديني انديكيشن ها مكمل زياده ولا مكمل نقصان ولا الراجل ده هيثبت ولا بيعمل ايه؟ فبيحب دايما النقط عشان كده بيسموا دي سنترال فورمولا وفي الغالب الناس بتحب تفضلها قوي زي ما بقول السبب ده يعني حتى في بس قدام بقى ان شاء الله رب العالمين هناخد حاجه يعني هديكم مؤشر عنها سريع دلوقتي قبل ما اقول اخر معلومه خلاص يعني
بتاعته هيدروليك بنش. احنا دلوقتي شفنا البشر بيتعمل ازاي ولو قدرنا بيتعمل ازاي القصه كلها بقسم نودز وبجيب الحل عند النودز. في مشكلتين بقى يقابلوك دلوقتي. ايه هم؟ واحد لما انت قسمت دي كده طلع معاك سيستم صح؟ سيستم المعادلات. المنطق يقول ان انا في الغالب هقسم دي صغير جدا فهيطلع معايا سيستم كبير قوي. يعني متوقع في المسائل العملي يطلع معايا سيستم مثلا 10,000 في 10,000 او 100,000 في 100,000. هل دي انا احلها ازاي بقى؟ يعني انا عارف احنا في اعدادي خدنا نحل السيستم صح؟ جوز جوردن 3 في 3 نفع ده 4 في 4 صح؟ ده لما يكون يعني ها 15. لكن انا بتكلم في سيستم 1000 في 1000 او 10,000 في 10,000 بالظبط بالبروجرامنج طبعا ماشي. وهو بقى ده بيحلها ازاي؟ هو ده السؤال. ماتلاب بيحلها ازاي؟ هل بيحلها بنفس الطريقه اللي هو بتاعت جوز جوردن اللي انتوا لو فاكرينها يعني اللي هي اللي نعمل كده؟ فاكرين انتوا القصه دي؟ نحط البسيطه هنا نحط الطرف اليمين هنا فاكرين القصه دي؟ ونحاول يوصل دي المصفوفه دي واحده يطلع لون الايه؟ الحد صح؟ ده جوز جوردن لو انتوا فاكرينه بشكل سريع يعني. لكن عندي وقت 10,000 في 10,000 الكمبيوتر يقدر يعمل جوز جوردن 10,000 في 10,000 بس يتكلف فيها انا مش فاكر ارقام بيني وبينك المره الجايه انا جايبها لكم بالتحديد تقريبا ان تكعيب يعني عشان يحل دي لو عنده ان ايكويشن يعمل لها في عدد اوبريشنز انا مش فاكر بيني وبينكم ان تربيع ولا ان تكعيب حاجه من دول يعني سي ان تربيع يعني هم 10,000 في 10,000 الكمبيوتر هيعملها في 10,000 الرقم اللي هو الكبير اللي انتوا عارفينه بقى اعمله بقى في الفيديو اللي نحطه ماشي 10,000 ورفع بقى وشوف الحاجات دي طالعه ازاي صح؟ طب يبقى اذا ده انا اصبح عندي مشكله ثانيه مش مشكله ان انا مش قادر احل مساله انا مش صح؟ في مشكله في الحقيقه فكرة كده كانت صعبة أوي المشكلة إنك مش قادر أحل المسألة الصحية لا المشكلة شداد أنا كده هروح المشكلة في إيه؟ إن أنا أحلها بس هتاخد مني وقت طويل جدا في العادي وقت طويل جدا ده وقت طويل الكمبيوتر ممكن يهنج فيه بقى ممكن يوصل لمرحلة إن هو مش حل حاجة شداد لا أنا أبني يوم يخش يبني أمريكا إنه يجيب لي حل السيستم ده بأوردر اقل تمام بس ما بتشبهش نيوميريك ودي حته في النيوميريك خلي بالك ان هي ايه مش فقط بقى ان الرساله ما تتحلش لا تتحل بس تتحل في وقت طويل جدا وقت طويل جدا لا طب انا اعمل ابروكسيميشن واحلها نيوميريك وخلصها اسرع وانا عارف ان في ايرور وهحسبها تمام دي هنشوفها في شابتر ازاي احل سيستم من الجبريك ايكويشن لما عدده يكبر قوي 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 ازاي احل بطرق يبقى فيها ابروكسيميشن عشان احل بسرعه والا هقعد من المساله بقيت حياتي في حياتي تمام؟ الحاجه الثانيه هي ايه؟ ان انا لما كزار لما حليت المساله دي وقسمت نود ورحت انت مشكورا عملت السيستم طب شكرا حليته بقى عندك الاتي قصاد كل نود قيمه للحل صح؟ اكس نود قصاد واي نود اكس واحد واي واحد بقى عندك عند كل نود قيمه للحل صح؟ طب انا عايز دل انا عايز دل المساله دي كانت واي داش او واي دبل داش فانا عايز دل انت جبت لي شويه نقط هقدر اخد النقط دي اعمل منهم دل اعمل ايه؟ هذا لا لا انا مش عايز احل انا خلاص انا حليت لا لا انا مش عايز احل خلاص حليت اهو وحليت السيستم وبعد الحل يقول لك ايه هنا الحل 1/10 وهنا 2 وهنا اصبح عندي نقط بس طب شكرا انت كده حليت بس انا طبعا بقى شويه انا اتحط في النص بقى انا هعمل كده في مره مرات يعني انت هي كده هيك بس انا هعمل اصل ده اللي هتفرق كتير معايا ليه؟ مش هروح بقى لواحد جاي بعد مني واقول له الموديل الفلاني حله زي كده الكيمياء عارفين الكيمياء دي كتير نقط لا انا اقول له ايه؟
يلا عمرو اعمل اللي انت عايزه. لا ده احنا ما خدناهاش، ما حصلنا حضرتك ما خدناهاش، احنا لسه هناخدها قدام. ازاي يبقى عندي نقص واحولها لداله؟ وايه الطريقه الامثل للداله دي؟ هل يا ترى مثلا اعمل زي الراجل ده بيقول اعمل كده؟ اسمع يا عمرو، يعني اعمل الخط بتاعي ومش لازم يمر بالقرايه بس يعني حواليها يعني يحس فيها، يبقى الايرور بينهم بالقرايه قليل قوي تمام؟ ولا انا عايز الخط يعدي عليهم قرايه ويعدي عليها يحققها؟ دي حاجه ودي حاجه. هناخد دول بس بقول لك يعني إيه لما ناخدهم قدام، لان مش كده ما تخلصش. انت طلعت شويه قيم شكرا، يعني انا شايف كده مبسوط، بس عايز انا طبعا عايز كمان، عايز بدل ما نحل النيوميريكال يقف نيوميريكال ده انا عايز ارجعه ده تاني تمام؟ فارجعه ازاي؟ بعد ما حليت سيستم وطلعت هل يا ترى الاختيار ده هو الموفق ان انا اعدي بين القرايات؟ دي حاجه انا بسميها كيرف فيتنج، او ان انا امر بالقرايات، دي حاجه بيسموها انتربوليشن. دي بقى ان شاء الله يعني المحاضره الجايه هناخد ازاي نحل السيستم، المحاضره اللي بعد منها ناخد كيرف فيتنج، والمحاضره اللي بعد منها ناخد انتربوليشن ان شاء الله. اخر حاجه هي الجوهر شكل، انا بس بحاول اقفل بقى البارشل والديفرنشال كل الحاجات اللي كانت في النص يعني الفتره دي. اخر حاجه ايه؟ المساله بتاعت Thank you.
مشكله، كانت المشكله بتاعتها هي ده. طبعا النظام دي هو لما ضرب الكي هنا فشال كي في سي على اتش سماه لاندا، فظهر عنده لاندا سكوير. ولو ان هيبقى ضرب واحده برضه من المارشي بروبلمز لان فيها تي وفيها اكس، يعني فيها حته باوندري وحته انيشال، فلما بتحاول تاخد خطوه كل مره عشان تجيب الليفل الاعلى، ان المشكله بتاعتها هايبربوليك كانت في الاخر، انك لما تخلص القصه دي كلها وتحب تجيب يو اي وجيزا يوقف في طرف، تتفاجئ ان الطرف الثاني اللي انت كان نفسك ان كل يوم بقى جي، فبيطلع اي زائد واحد وجي ماشي، اي ناقص واحد وجي ماشي، اي وجي ماشي، المشكله بتيجي فين؟ الراجل اي وجي ناقص واحد. ده معناه ان انا لو عايز اقف اجيب ليفل واحد ده، او بلاش واحد ده بقى على الاسهل، لو انا عايز اجيب ليفل اثنين ده بجيبه من ليفل واحد ومن ليفل زيرو. صح كده؟ اي وجي زائد واحد مش زي البارابوليك، البارابوليك اللي هي الهيت اللي هي يو دي بيساوي يو اكس اكس، يعني كان يو اي وجي زائد واحد بيجي ثلاثه اي وجي. فانا ما عنديش مشكله ليه؟ ليفل زيرو عندي ده الانيشال صح؟ الانيشال عندي ليفل زيرو، فانا عايز اجيب يو اي وواحد اجيبه من الزيرو عادي. طب عايز اجيب اثنين؟ اجيبه من واحد. هنا واقع انا في المشكله دي ان الليفل اي وجي زائد واحد بيجي من ليفل جي وليفل جي ناقص واحد، يعني عايز اجيبه من الليفل اللي قبله واللي قبله كمان. يعني بمنتهى البساطة أنا ما أعرفش في المسألة دي أجيب يو أي والليفل واحد ليه؟ لأن كده مش محتاج ليفل ماينس 1 زيرو وليفل ماينس 1 في الحياة صح؟ أنا معايا هنا الشروط أنا أتفرج عليها كده، يو في إكس وزيرو بيساوي إف في إكس. يو في إكس وزيرو دي ليها فين؟ لو ده الدومين بتاعك على محور إكس هو اللي جايب لك الدومين هنا، أنا الدومين أهو محور اكس تحت خالص، هذا تي وهذا اكس من صفر ل ايه؟ فين يو اكس وزيرو ده؟ الخط اللي تحت اللي هو ده صح؟ يو اكس وتايم زيرو صفر، يعني النوز دي عندي صح؟ جميل اللي هي فين؟ هعوض الباوند بلف عند النقط دي، يعني هنا اجيب لك اف بواحد وهنا اف باثنين واف ثلاثه عند النود واحد اثنين ثلاثه، كل النقط دي معروفه عندي في الحياه. حد عنده مشكله؟ متأكدين؟ حد عنده مشكلة؟ طب جميل، يبقى أنا عارف النوز دي. طب مشكلتي فين؟ عايز أجيب دول بقى. ده طبعًا معايا الباوندري، ده معايا الباوندري، عايز أجيب دول. سهل. يلا الطريقة بتاعت الباوندري. ده الطريقة دي على بعض تاني. هتعمل إيه؟ الطريقة بتاعت الباوندري اللي هو كل صفر من هنا دكتور عايز أستلم. طيب واحدة واحدة. دي المعادله اللي انا فرقت بينها من الايكويشن صح؟ من الباب البرابل سوري الهايبربوليك دي المعادله اللي معايا صح؟ المعادله دي بتقول ان اي نود وليكن ده اي وجي زائد واحد تتجاب من اي زائد واحد وجي اللي هي دي صح؟ اي ناقص واحد واي ناقص واحد وجي اللي هو ده واي وجي اللي هو ده ده حاجه ما عنديش مشاكل صح؟ جميل لان الثلاثه دول اصلا عايز معايا من الانيشال صح؟ مشكلتي في مين؟ اي وجي ناقص واحد اي وجي ناقص واحد انا عايز هنا عشان اعوض اعمل ايه؟ تعالوا نبص على كذا حل هم اقترحوا لي القصه دي والحلول كلها مع احترام لحضراتكم تيجي منين؟ من الشرط الجديد المسألة دي كانت كده صح؟ وعرفنا نحلها وده ما كانش موجود. لما ده بقى يو تي تي هو عامل ايه؟ عم زود الشرط ده، يبقى الشرط ده بالتأكيد هو اللي هيحل الموضوع. هو ده الشرط اللي هو زوده صح؟ هو زود لي فوق مشتركة مظبوط؟ بوظت لي الفاينل ديفرنس بتاعي، كنت بحل على طول يا عم من ليفل واجيب التاني، طب بوظتها لي، يو تي دي بوظت القصه دي، قال طب بس واحده واحده، انا التفاضل بوظ لك القصه دي، ما تشوف انا اديتك مع التفاضل ايه؟ اديتك الشرط ده صح؟ الشرط ده اللي هو يو تي عند اكس وزيرو. لا ده على مين قوي بقى؟ انا عايز حضراتكم هنا
معلش انا عارف ان انتوا مش مركزين معاكم بتاعه خمس دقايق لا الخمس دقايق دول خمس دقايق بس عشان بس ايه ما نتفاجئش مع بعض في الامتحانات يو تي وبيكس وزيرو الشرط ده فين؟ الشرط ده فين؟ تجاوب فين؟ ها هنا عند مع اكس بس عند تي بيساوي زيرو بس ده مش بيدي لك قيمه الدال ده بيدي لك يو تي تفاضل مع تي يعني تفاضل كده صح يعني لحظه واحده اكس كده والتي طالع لفوق كده فوق فهو مديه تفاضل مع الزمن مديه تفاضل مع التي تمام طيب طب انا دي ما اعرفش اشيلها واحط لها في النايت ديفرنس ايه رايك اقدر طب اقترح عليا دي ممكن بويلر نجيب احنا معانا الاكس ومعانا النقطه تحت ومعانا المشتقه بتاعتها فنطلع خطوه بيها نحلها باكورد يعني احط مكان دي ايه؟ بعد التوير العاديه اللي هي يو يو انا اقدر اعمل كده مش كويس بص اعتبر ان انا واقف هنا عندي دي واقول له خلاص الراجل ده انا اقدر احطه مكان يو اي زائد واحد سوري يو اي وجي الله يكرمك زائد واحد ناقص يو اي وجي على كي والكلام ده كله بيساوي جي واكس ار على مين؟ انا واقف عند نقطة اي على مين؟ اريد انك تبدا دي انا واقف عند نقطة اي دي اللي محتاجة صح صح شوية دي انت واقف عند نقطة اي صح؟ والراجل بيقول لي ايه؟ انا هدي لك عند نقطة اي المشتقة بتاعت الزمن خلي بالك ان كل يو لها اتنين اندسيز اي وجي اي ده بتاع الاكس الجي بتاع تي تي الراجل بيقول لي ايه؟ انا عند النقطة اي نقطة من دول مدي لك مشتقة زمن يو تي قالوا طب حاضر انا هعمل ايه؟ هروح ليو تي واحط مشتقه الزمن دي فاينل ديفرنس بابسط حاجه ليه مين؟ اويلر اويلر اهو يبقى يو اي وجي زائد واحد ناقص يو اي وجي على الكل اللي هي الخطوه بتاعت تي يعني بيساوي جي وفيكس اي النقطه اللي واقف عندها اقدر اعمل كده بمنتهى البساطه يبقى يو اي وواحد ناقص يو اي وزيرو على كي بيساوي جي وبيكس ار عملت ايه انا؟ عوضت بكم عوضت كل جي بكام؟ بزيرو فبقول لي يبقى يو اي بواحد ايه لا معلش انا اسف ايه يو اي بواحد؟ اي هي اكس و واحد ايه يو اي واحد لا معلش ايه يو اي واحد اكس اي عند اي اي انا ما حددتش اي صح عند اي اي بس عند ليفل زمن واحد يعني اي دي او دي او دي او دي انا مش فارق معايا يو اي بس عند ليفل واحد صح طب يو اي زيرو عند اي اي عند عند اي اي بس نفس الاي طبعا اللي هو عندها في حاجه بس ليفل زيرو عند ليفل زيرو ليفل زيرو ده انت ايه اللي بيصير ده لو فيه صح اللي انت اصلا عارفه منين المعادله من اهو يو اكس وزيرو اللي انت كنت اصلا عنه فيبقى يو اي وزيرو ده معروف صح طب جميل بيساوي جي جي ده اللي هو ايه تاني طبعا صح دي جيفن دي جيفن بالكونديشن عند مين يا جماعه عند اكس اي طيب يبقى الراجل ده جيفن في شروط المسألة والراجل ده جيفن ده الانيشال الأولاني يبقى أنا مين الوحيد اللي مجهول عندي هنا اللي أقدر أجيبه؟ يو أي واحد اللي هو الليفل ده كله يعني أنا أقدر أجيب الليفل الأولاني كله من مين يا جماعة؟ يو أي من الكونديشن من الكونديشن بس مش هروح للمعادلة نفسها من الكونديشن لوحده أنا أقدر أجيب الليفل الأولاني كله بس إن أنا شلت اليو تي اللي هو الشرط ده وحطيت الفاينل ديفرنس بتاعه تمام؟ طيب تمام؟ وليه انا ما سيبناش مثلا السنتر ولا السنتر؟ عايز اروح
طيب يلا بقى يعني نهرج شويه كده استخدمناش النقطه اللي تحت نعم النقطه اللي تحت كده استخدمناها انا كده هربت من دي صح انا كده هربت من دي ولا حد مش معايا لا معاك انا هربت من دي صح ما جبتش بقى السالب دي معايا هربت منها جميل طب ما تيجي بقى ما نهربش تعالى بقى يعني نلعب شويه نغير شويه مع بعض الراجل بيقول لي طيب أنا بنت رحمة السلام عليكم أنا يا باشا بخلص المحاضرة أهو بس دكتور مسامحين يعني نص ساعة كتير بقى مسامحين يا دكتور لا 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 هم أصلا طلبة خلاص هياخدوني أهو سمعتك من عمري باشا عمري باشا عمري باشا عمري باشا عمري باشا عمري لا 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 انزل لي انزل لي انزل لي انزل لي انزل لي على ما تنزل لي بقى خلاص معلش يا الله معلش يعني ساعدوني في الحته دي الله يكرمك عشان بس نتفرج يعني هل احنا يعني نقدر نلعب في القصه مع بعض ونهزر فيها كده ولا اوبشن ثاني يلا اديني اوبشن ثاني جيب اويلر اجيب اويلر هنا جميل اعمل ايه؟ هقعد عندي وهيبقى عندنا المجهول بس النقطه اللي لا يو اي وجي يعني اقعد اغير في مين تقصد في ال في الشوط ده يعني في الشوط ده اعمله باكورد يعني اجيب منه طب ويعني بيها ايه؟ انا جبت عندها ايوه كده ده اوبشن تاني ايوه ده اوبشن تاني الاوبشن التاني ايه؟ ان انا اعمل باكورد واغير اروح اجيب لك النقطه الوهميه اللي مضايقاك اللي هي مين؟ هو نفسه اويلر اهو بس انا نقيت السهم وده سهل في التفكير اصلا سهل في ايه؟ فورورد اويلر جبت المساله الراجل ده اللي ايه؟ عبر عليك قال لي بص انا هعمل حاجه ثانيه خالص باكورد اويلر هجيب لك نفس اليو دي ده اهو نفس اليو دي بس بدل ما يبقى بربط واحد مع صفر هربط صفر مع سالب واحد هجيب لك سالب واحد اللي مضايق ده اهو واروح اعوض فين؟ في المعادلة نفسها خلاص انت عايز واحد صفر موجود وسايب واحد اللي جنبه حاجة تانية لا عملت سنترال وهيبقى عندي معادلتين موجودين الله يكرمك واقدر اعمل شوف لا لا الله يكرمك واقدر اقفل اشيل يو تي واعمل سنترال تقول لي طب هتعمل ايه ده؟ سنترال ده هيربط واحد وسايب واحد ها؟ وسايب واحد مع المعادلة اللي برضه فيها واحد ومين؟ وسالب واحد وحلو طلع كده ايه كمان ارجو يا دكتور ان اجابتنا عليك ما تغيرش رايك فينا كلنا هنا مستوى ايه ده ارجو اجابتك على حضرتك خليش تغير رايك فينا ومستوى الامتحان لا 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 تحت المستوى ده دول وعاملينكم في الفاينل كده ما تقلقش ما تقلقش ها كده نجاوب بقى يلا اخر واحد عشان راجل مستنيين ده طيب بس دي صعبه دايما كل يا ابني يا حمد طيب دي صعبه دي ام فكر هو طبعا اللي جبتين دول زي الفل وحاجه ممتازه في الحياه وايه دي الميزه ان انت لما تبقى عارف اكتر من طريقه ممكن تعمل اكتر من حل وتشوف مين الانسب ومين اللي ستيبل ومين اللي بتاعه احسن وهكذا لكن الابعد في التفكير شويه هو ان انا اقف هنا واعمل كيف في الموش هي واحده منهم في الحياه واعمل كيف كده ازاي؟ ماشي شكل سريع قوي 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 يو اي و مين في ساعتين واحد دول ساعتين جنبها ايه النقطه اللي انت عارف عندها الداتا
ايوه صار كده. طول تحت الصف ده، ده انا عارف عنده في الحقيقه القيمه بتاعته، وعارف كمان والله كلمه، وعارف المشتركه الاولى كمان، انا عارف القيمه بتاعته هي ايه، وعارف كمان المشتركه الاولى بتاعته صح. فاقدر اعمل ايه؟ اقول له طب على جنب بقى، هعمل لك تيلور في اتجاه التي، يبقى يو اي وواحد النقطه اللي جنب النقطه بتاعت يو اي مين يا جماعه؟ وزير. حلو كده؟ يبقى دي اللي كانت اف اوف اكس زائد اتش صح؟ بتساوي اف اوف اكس هنا اتش. طب انت كاتبها كده ليه؟ ما عشان هي احنا كاتبها كده ليه؟ عشان احنا كنا اتش هنا عاملها الاكس والكي هي بتاعت التي تي. صح كده؟ تمام. يبقى النقطه ثم كي في التفاضل بتاع النقطه ثم كي تربيع وهكذا. دي اللي انت عايزها يو اي واحد صح؟ يو اي وزير دي عندك؟ اه فين؟ فين يو اي وزير دي؟ بالخط بالخط تحت المكان. ايوه اللي هي اللي فات اللي تحت دول كلهم عندي. تمام؟ ايه كمان؟ معلش قول لي الله ده انا كمان عندي ايه؟ كي عندي كي اوف يو تي واي هي فين دي؟ فاهم؟ طب زي الفل دي كمان عندي. بس الحته اللي جايه دي بقى خطيره جدا جدا بقى، دي بقى لازم اقفل فيها. دي اللي يقولها يعني 20 درجه بقى. انا عاوز معادلات اللي هي يو اي زائد 1 2 يو يو اي. لا لا استنى عشان دي لا لا اسمعك تاني بس اخر سؤال بس اخر سؤال بس شويه بقى ما نمشي بقى الله يكرمك. دي انا عاوز نسيت البي اي يو اكس اكس وتشيل ده هي هي نفس المعادله. ابص حضراتكم اللعبه ايه لحد هنا لحد هنا انا عامل اوردر كي تربيع نفسه زي الراجل اللي عمل لي سنتر من الايدين. الراجل اللي عمل لي سنتر من الايدين ده جاب لي كي تربيع. خلي بالك ان اويلر اوردر كي. الراجل عمل سنتر ده وقال لي حطيت اوردر كي تربيع لحد هنا انا واقف كي تربيع زي دي. لكن انا عامل حركه بقى اشك شويتين. ايه هي؟ ان انا عملت ده عندي في الحقيقه. يو تي تي عندي اثنين يو تي تي ده في الحقيقه الله ده هو المعادله دي سي تربيع ده هي دي صح. يو تي تي بيساوي سي تربيع يو اكس اكس فاقدر اشيل دي واحط مكانها يو اكس اكس. تقول لي طب ليه ما يعني عشان اصل اصل خلي بالك انا ما اعرفش اجيب يو تي تي ما مش عارف ما اقدرش اجيبها ليه مش مهندسين يو تي هنا ده انا في فيه. لو قلت لك هات لي يو تي تي هتقول لي ما اعرفش هحطها ازاي صح؟ لكن لو قلت لك ايه على فكره يو تي تي هي يو اكس اكس تقول لي الله ما هي دي يو اكس اهي ممكن افضل دي مرتين واجيب لك يو اكس اكس اللي هي تبقى اف هاش ويو اكس اكس هي يو تي تي عوض هنا على الموضوع اللي حد كان فيه من اول تمام يلا شكرا لكم.